فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يجده الطلاب في المدرسة من الريال والريالين الساقطة، هل له أن يأخذه وينتفع به أم عليه أن يقدمه إلى إدارة المدرسة؟ إذا كان له قيمة ولو يعني فائدة سلموا لإدارة المدرسة، أو هو يعرف عليه حتى يجده صاحبه. أما إذا كان ما نقيم شيء تافه ويسير، هذا لا يأخذه ولا حاجة إليه. نعم.